بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أقام مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات حفلة تدشين لكتاب الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين خلال الفترة من 1932 إلى 1942، أخبار وتغطيات صحفية للباحث صقر بن عبد الله المعاودة رحمه الله، تتويجا لجهد أنجزه الباحث قبل رحيله. هذا ويشكل الكتاب جهدا نوعيا في تصوير إنجازات المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة طيب الله تراه، عبر تحليل مضمون ما نشرته الصحافة المحلية والأجنبية عن حكمه في تلك الحقبة وفق ما تناولته تغطياتها من إطلاق لمشاريع نوعية وإقامة مناسبات تاريخية في مسيرة البحرين التي أبرزت جوانب الحكم الرشيد في عهده، والذي أرسى فيه أسس التحديث في المجالات كافة، خاصة ما استرشد به عظمته من تجارب بريطانية الإدارة آنذاك واستثماره لعلاقات الصداقة القديمة والمميزة بين البلدين. واستعرض هذا الجهد التاريخي للباحث محطات بارزة من تاريخ مملكة البحرين بان اكتشاف النفط، منها الانطلاقة الأولى للصحافة المحلية في عهد عظمته وزيارته إلى بريطانيا وافتتاح أول مستشفى حكومي وتشييد قصر القضيبية، وكذلك افتتاح إذاعة البحرين الأولى واحتفالات أعياد الجلوس، وانتهاء بأخبار وفاة عظمته رحمه الله. أشكر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة على حرصهم للتعاون مع المغفور له بإذن الله تعالى الباحث صقر بن عبد الله المعاودة في إصدار هذا الكتاب الذي يوثق أهم المراحل التاريخية في حكم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة، وأهم الأحداث التي مرت فيها البحرين في تلك الفترة، وأهم الزيارات والتغطيات التي حصلت في ذيك المرحلة، وهي تعد الآن وثيقة في تاريخ البحرين وما شهدته تلك الأحداث، ويكون مرجع للدراسات والبحوث على الإقليم المحلي والدولي لهذه المرحلة. الكتاب يوثق من خلال المتابعة المتواصلة والدؤوبة للصحافة في مملكة البحرين والخليج العربي مظاهر الإدارة الحكيمة للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، التي أرسى من خلالها بدايات التحديث في شتى المجالات في البحرين، وخاصة من خلال استثمار علاقات الصداقة التي تربط البحرين ببريطانيا في الإفادة من خبرات المؤسسات البريطانية والتأسيس لنظام إداري متين. ولا شك أن مركز الدراسات اهتمامه وعنايته بهذا الإصدار وإصداره بالشكل وتدشينه بهذا الشكل الجيد، يعني اهتمامه بمثل هذه الإصدارات التي توثق تاريخ البحرين القديم، ونأمل أن تكون هذه أو يكون هذا الإصدار مرجع للباحثين لكي الحقيقة يسردوا تاريخ من البحرين القديم الذي حقيقة زخر بأعمال وإنجازات الحقيقة يحتاج لهذا الجيل أن يعرف ويتعلم منها الكثير.